وإلى آخر أخبار الطقس نتحول فيها من جديد إليك فاطمة. شكرا إيمان، شكرا يوسف، وأهلا بكم مشاهدينا. وأخيرا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الغربية، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 20، الصغرى 10، الإسكندرية 17-11، مطروح 16-11، بورسعيد 19-13، إسماعيلية 20-11، وجوها معتدل. أما في السويس 20-11، العريش 19-10، طابة 17-16، شرم الشيخ 26-15، الغردقة 25-14، وجوها أيضا معتدل. أما بالنسبة للأقصر 23-10، أسوان 28-10، الوادي الجديد 25-6، شلاتين 23-12، حلايب 24-13، وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.